بمشاركة وفود من دول إفريقية إلى جانب فرنسا، نواكشوط تحتضن انطلاق الدورة 40 للمؤتمر المغاربي لطب الأطفال. في مراكش وبحضور وزير الاقتصاد الموريتاني، بدأ أشغال الدورة 44 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية. ضمن زيارته لنواكشوط للمشاركة في ملتقى حول التغطية الإعلامية للانتخابات، عرض الباري عطوان يستقبل من طرف وزير الثقافة. جمعة ما بعد بوتفليقة، تظاهرات حاشدة تطالب بمغادرة كبار المسؤولين مناصبهم أو ما يعرفون برجال الدائرة المحيطة بالرئيس السابق. زيدان يطمئن جمهور ريال مدريد ويؤكد على قرب تجاوز أزمة الأهداف التي عانى منها الفريق منذ رحيل كريستيانو رونالدو. في تركيا صورة تكتسح الشبكات الاجتماعية من معارضين ينامون بجانب صناديق الاقتراع حماية لها قبل إعادة الفرز.